فيك يا استاذ ابراهيم المنيس، تحياتي ليك وتحياتي للكابتن عادل القيعي، تحديدا منذ 1210 يوم، تحديدا منذ هدف احمد توفيق في مرماه في المباريات الدوره الرباعيه، مباريات القمه الاهلي والزمالك، وعندما فاز الاهلي بهدف مقابل لا شيء. منذ هذا التوقيت مباراه القمه لم تقام على استاد القاهره منذ 1210 يوم تحديدا. اليوم تعود المباريات لاستاد القاهره وتحديدا مباريات القمه، لكن بالطبع هي مباراه بدون جمهور، لكن هنا الاستعدادات متواصله داخل استاد القاهره، والعد التنازلي قبل 3 ساعات من انطلاق هذه المباراه. الجميع هبة الاستعداد، استاد القاهره بيتزين بتواجد جميع المسؤولين منذ الصباح الباكر، بيستعدوا لتجهيز الاستاد لهذه المباراه، ايضا من خلال اللواء علي درويش طبعا المدير التنفيذي او رئيس هيئه استاد القاهره الدولي. كان هناك استعدادات منذ الامس لتجهيز استاد القاهره وتجهيز ارضيه الملعب لهذه المباراة. يمكن بالأمس وحتى صباح اليوم ما كان بيتم تخطيط أرضية الملعب بالكامل من خلال شمع أو مشمع بلاستيك، بحيث ان يكون في حفاظ على ارضيه الملعب، خاصه ان شهر 12 وشهر 1 في السنه بيبقى هناك طبعا امطار وهناك درجه البروده بتؤثر بشكل كبير جدا على نجيله الملعب، فبالتالي بيتم تجهيز ارضيه الملعب بشكل مميز جدا. ارضيه الملعب جاهزه بشكل متميز لاستضافه هذه المباراه. ايضا الشكل الجمالي حوالين تراك الملعب، يمكن تم الاتفاق مع الشركه الرايه شركه برزنتيشن سبورت من خلال اداره استاد القاهره على يعني تجهيز الملعب وتجهيز التراك بوجود ايضا يعني شكل مختلف من خلال اختيار الوانات. بيتم تحديد الملعب من خلال شكل موف او شمع موف، مشمع موف بيتم يعني بيتجول في جنبات التراك بالكامل، بحيث ان يكون في شكل جمالي مع الاضواء الكاشفه في نهايه اليوم، وتحديدا عندما يستضيف الاستاد القاهره المباراه في تمام الساعه 7 مساء. بعد قليل او تحديدا بعد نصف ساعه من الان من المتوقع ان يصل طاقم التحكيم الايطالي برفقه احد المرافقين من لجنه الحكام لاستاد القاهره، والتجهيز والاستعداد ودخول استاد لتحكيم هذه المباراه. ايضا من الشيء اللافت للنظر كابتن عادل استاذ ابراهيم ان تم الاتفاق على غرف الملابس لكلا الفريقين. نادي الزمالك اختار غرفة الملابس الخاصة به وستكون على يسار المدخل للاستاد، وايضا الاهلي على الجهة المقابلة. كل الامور على ما يرام داخل استاد القاهرة لاستضافة هذه المباراة، مباراة القمة بين الزمالك والاهلي في 17 الدور العام. خلاص يعني